انا بتكلم معك انا كمستثمر، بالنسبه لي اشياء ضبابيه، لو انا جيت واستثمر بجيب دائما على سبيل المثال نادي الهلال. يعني لو تخيل نادي الهلال، تخيل نادي الهلال هذا شركه. على فكره عبد الله، انا اقول لك تخيل وانا متخيل قبل، لاني انا رئيس نادي الهلال 4 5 شهور، فاكيد اني كلفت اني ارأس نادي الهلال. فاول ما جيت افكر وشلون الاستدامه الماليه لنادي الهلال. وفقت لله الحمد، ووفقنا بوجود مجلس اداره على اعلى مستوى، الدكتور سلطان بن سعيد الله يمسيه بالخير، ابو فهد ولا زال في عضو مجلس الاداره، والاستاذ فهد بن ناصر الحريشي اللي كان لاعب كره الطائره ورئيس الاتحاد كره الطائره، في مسكوا ملف الاستثمار. انا ما افهم كثير في الاستثمار، ولكن وفقنا في مجلس الاداره وحتى على المجلس باقي مجلس الاداره الله يمسيهم بالخير. لكن لما حملوا الملف هذا، انا اجيب لك على سبيل المثال، اول شيء عملوه احنا كان الهلال عندنا شركه راعيه تتقاسم معنا حقوق الرعايه، يعني تجيب لنا رعاه وتاخذ مننا النص تقريبا، او تاخذ مننا عملت لنا وعاء. اول ما تكلمنا ان احنا لازم ننشئ اداره استثماريه متخصصه للنادي حتى لو كان فيها ضخ مبالغ كبيره، لان على المدى البعيد سنستفيد من النادي. كنا نحقق 75 مليون كوعاء، وما زاد يمكن يكون 10 مليون 85 مع الإدارة الاستثمارية الله يمسيه بالخير. تعاقدنا مع الأستاذ سلطان الشيخ، إلى الآن موجود، وهو نقلة كبيرة مع الأستاذ، مع رئيس النادي الحالي فهد بن نافل. صار في نقلة كبيرة، وحملنا دراسة لمدة يعني طويلة، لقينا أن الهلال يحقق الدبل الضعف، وقادر على أنه يصل في سنة الفلانية إلى ما هو معناته هذه الاستدامة. وبما أني كنت أحلم كرئيس نادي، أنا بخليك تحلم معاي، بس تخيل أني أنا أملك، مو أنا، نادي الهلال يملك الهلال فلج، قرية الهلال. ما هي قرية الهلال؟ قرية الهلال هو عنده ملعب كرة قدم باسمه، ملعب نادي الهلال، ممكن نسميه على أحد أسامي الرعاة، وهذا شيء أكيد فلوس. الملعب ليس مجرد ملعب كرة قدم، لما تتكلم عن مدينة سانتياغو برنابو، هو مدريد، معلم من معالم مدريد، الكامب نو في برشلونة، السان سيرو في إيطاليا، الأليانز أرينا في ميونخ. لما تتكلم عنه مو مجرد ملعب وبس، هذا تحفة معمارية، ويقام فيه أشياء أكثر من كرة القدم، فيها فعاليات وأحداث وزي ما تكلمنا عنها. لما يكون هذه القرية موجود فيها على أعلى مستوى فندق ممكن يكون أكثر من 5 نجوم، ممكن تجيك احد الاسماء من الفنادق وتتبع الثمن حقه. لما يكون عنده تاور موجود فيه مكاتب وفيه شقق على اعلى فخمه جدا، لما يكون عنده مول سوق لكجري شيء مول، لما يكون عنده مرفقات ثانيه، يعني اتكلم عن ابى اتكلم لك عن شيء ثاني، لما يكون عنده مستشفى الهلال متخصص طبيا اللي تسجل فيه الكوادر وتعالج فيه الاصابات على اعلى مستوى عبد الله، اللي الناس من الخارج تجي عندك حتى تتعالج، او لانه على مستوى. هذه كم فيها من 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 هذه وش تسوي بالنسبه لنادي الهلال؟ انا فكرت وحلمت وحلم معي انه الهلال ينزل اي بي او في سوق الاسهم السعوديه. على كميه اللي عنده كنادي، هذا يعني جماهير ناديها كلها حتشتري، لانها حتتملك وتفتخر في ناديها. هذه تعطيك استدامه كنادي، تنسلخ من الدولة وعبء، تصير عبء على الدولة. هذه تعطيك أمور. تخيل إذا عمل هذا الشيء، والهلال ترى على فكرة مهيئة للخصخصة. احنا نتكلم مش بس عن الهلال، احنا نتكلم عن، انا اقول لك ليش انا ابغى ادخلك فيها عبد الله، لان لما قلت ضربتك الهلال ترى بجيك، لا تقول يقولون لي الحين متعصب ذا كل شيء. لا 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 لا، مش القصد. لا، لكن انت اذا عملت نادي الهلال، ترى الاتحاد والاهلي والنصر وباقي الانديه لازم يكون في ناس تجي تبغى تسوي، اذا صارت بيئه خصبه وانه النادي يطلع بالشكل هذا، في ناس تستثمر في باقي الانديه. هذا الحلم الذي تتحدث عنه ممكن ان يحدث؟ في ظل القياده الرشيده والرؤيه الواضحه والملهمه من سمو العهد، مو اجزم